مساكم الله بالخير. بسبب التضييق على سناب شات لموضوع التسجيل ممكن ننتقل على انستغرام للتجربه. والله مو متشجع حق الانستغرام، يعني اشوف ان سناب يعني اكثر سلاسه في النقل لليوميات لكن نجرب. يعني حاليا انا مقصص نفسي جزئين، انشر شويه بسناب وانشر شويه بالانستغرام، والكاميرا هني فيها شويه بيكسل، يعني سناب اصفى. الفكره في النقل هي ان تم التضييق على سناب شات، فاحنا مضطرين ان نحطه على انستغرام، وانستغرام ممكن تشوفه من خلال المتصفح العادي مثلا، والتحميل فيه اسهل. بدون ترتيب مسبق خلينا نفتح اللايف نشوف الوضع، على ولا مفروض اني مرتب علشان اللايف، لكن نفتح اللايف نشوف منو سهران. عندي مشاكل في الشبكه اعتذر. عموما نحط استبان على تويتر ونشوف الوضع. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.